ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من رام الله عصمت منصور، أسير فلسطيني سابق. سيد عصمت، أهلا بك على شاشة الغد. ترجل الفارس ناصر أبو حميد بعد معاناته مع المرض والإهمال الطبي وسنوات من الاعتقال، ماذا يقال في حدث رحيله؟ هذا حدث صعب على الشعب الفلسطيني، صعب على الحركة الأسيرة. هذا يوم حزين. ناصر أبو حميد نموذج للمقاتل والمناضل الفلسطيني، سواء نضاله خارج السجون أو داخل السجون. هو كان أحد قيادات الحركة الأسيرة، شارك في كل نضالاتها. وأيضا هذا الاستشهاد يفتح الباب على مصراعيه للسؤال حول مصير الأسرى، المرضى منهم والأحكام العالية، كبار السن، الأطفال، خاصة مع يعني خلال الأيام ربما تدخل حكومة نتنياهو الفاشية إلى الحكم وتحمل معها أجندة خطيرة جدا تستهدف الأسرى. بن غفير يتوعد الأسرى ويعد لهم يعني قوانين وإجراءات عقابية. ربما هذه مع تراكم حالة الغضب والغليان بسبب استشهاد ناصر ووجود هذا العدد من المرضى مع انسداد الأفق السياسي، كلها عوامل تحول السجون إلى ساحة مواجهة وتفتح فعلا جبهة حقيقية ربما يتأثر منها كل الوضع الفلسطيني. استشهاد ناصر أبو حميد هو نتيجة مباشرة للإهمال الطبي، للتنكيل، لعدم وجود تغذية سليمة، لعدم وجود ظروف صحية ملائمة داخل السجون، لرفض التجاوب حتى عندما عرف أنه في أيامه أو أشهره الأخيرة بعد أن كشف المرض رفضوا إطلاق سراحه كي يعيش أيامه الأخيرة بين عائلته. والآن بعد أن استشهد يعاقبونه ويعاقبون عائلته وشعبه باحتجاز جثمانه. هذه السلسلة من الإجراءات لا ترتكبها إلا دولة مجرمة مثل دولة إسرائيل. هل من طريقة لإنقاذ حياة الأسرى الذين ما يزالون أحياء في هذه اللحظات في سجون الاحتلال؟ ناصر أبو حميد استشهد، ولكن ماذا عن الآخرين؟ هل من طريقة لإنقاذهم، لإخراجهم من سجون الاحتلال؟ هذا بالضبط السؤال الذي يواجه يعني يجب أن يوجهه كل فلسطيني، مسؤول أو مواطن أو فصائل أو مؤسسات. علينا أن نجد أفق وأن نجد حلول لهؤلاء الأسرى المرضى، أن لا نبقى كما بقينا عام ننتظر يعني واستشهاد ناصر، أن لا نبقى ننتظر سماع كل يوم خبر جديد. لذلك نعم هناك طرق، علينا أن نلجأ إلى الضغط الشعبي المتواصل، أن لا يكون الضغط فقط عندما يستشهد شهيد أو عندما يكون حدث داخل السجون، أن نجترح وسائل وأدوات للضغط الجماهيري المتواصل، إثارة القضية عالمياً، تحريك كل مناصرينا وجالياتنا في العالم للضغط على حكومة الاحتلال وفضح هذه السياسة، وأيضاً أن يكون المستوى السياسي ملتقطاً لهذه الحالة الشعبية وأن يضغط من خلالها. وأيضا هناك الفصائل وفصائل المقاومة هي الأخرى مطالبة أن تجد حل لهذه القضية. لكن أن نترك الأسرى هكذا دون أفق وأن يواجهوا الموت البطيء بهذه الطريقة، هذا تقصير واضح منا جميعا. السجون الإسرائيلية سيد عصمت، السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية تصفها المؤسسات الحقوقية بالأسوأ على المستوى العالمي. أنت كنت أسيرا لعشرين عاما، تحررت منذ عام 2013، لو تقربنا مما يجري داخل هذه السجون. صحيح. شوف، الإهمال الطبي هو جزئية، وهذا بعد أن يتغلغل المرض في جسم الأسير يترك ليستشهد كما حدث. ولكن فعلا ظروف الأسرى، التغذية سيئة، هي ظروف منتجة للأمراض، هي تخلق أمراض. عندما لا يتعرض الأسير للشمس والهواء بشكل مناسب، عندما يعيش في اكتظاظ في غرف هي فيها الأكل وفيها الحمامات وفيها الرطوبة، عندما يترك لسنوات طويلة في هذه الظروف، عندما لا يقدم له غذاء مناسب، لا يقدم له علاج، عندما يتعرض إلى هذا الضغط النفسي والتعذيب والتنكيل والتنقيل، كلها عوامل تنتج أمراض. هناك أمراض ربما يعني لا تصل إلى حد الوفاة، ولكن هذه الأمراض تترك علامات وأمراض مزمنة لدى الأسرى، مثل ضعف البصر، مثل أمراض جلدية و أمراض صدر، وأمراض لها علاقة بالقدرة الركب والمفاصل وغيرها. يعني لا يوجد أسير بعد هذه الفترة يخرج إلا ولديه مرض من هذه الظروف التي كما أسميها أنا تنتج أمراض. هذا الوضع الذي تتضافر فيه الشروط الصحية السيئة، الشروط المعيشية السيئة، الضغط النفسي مع عدم العلاج، مع الفترة الطويلة،
كلها عوامل تخلق هذه الأمراض لدى لكن الأسرى، ونحن نعرف أن هناك أسرى كبار سن. ألا توجد عيادة داخل كل سجن إسرائيلي؟ يوجد عيادة، ويوجد، لكن هذه العيادة يوجد فيها طبيب لا يعني يتواجد كل الأيام. سجن فيها 2000 أسير أو 1500 أسير، مثل النقب مثلا أو مثل نفحة وربوان، يوجد فيه عيادة واحدة، وهذه العيادة فيه تقسم على الأقسام، اليوم لقسم كذا واليوم التالي لقسم كذا، وحتى الطبيب يعني لا يشخص سوى بأدوات بسيطة ويعطي وصفات مسكنة بالعادة. لا يتم تحويل الأسير للمستشفى الذي هو سجن، هو الآخر قسم داخل سجن، إلا بعد أن يكون المرض قد استشرى في جسده، وهذا يفسر هذه الأعداد الكبيرة من الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي. لذلك العيادة لا يعني غير كافية، غير مجهزة، لا يوجد فيها مختصين، لا يوجد فيها أطباء ولا أدوية مناسبة، والأسير يضطر أن ينتظر إلى يعني أن يأتي دوره للخروج إلى العيادة، ربما يأتي دورك بعد يوم أو يومين، إلا في الحالات الطارئة، وعندما يعاني الأسير مثلا من أمراض شديدة وأوجاع يؤخذ إلى العيادة، يعطى مسكن ويعود ليستكمل حياته داخل السجن. نعم. لذلك يعني هذا لا يتناسب مع الحد الأدنى، هناك معايير دولية للتعامل مع الأسرى وعلاجهم. لماذا لا تطبق على السجن؟ لماذا نعم. لا تكون رقابة هناك على واضح. المعاملة على الصديق؟ شكرا لك من رام الله عصمت منصور الأسير الفلسطيني السابق.